على تمر هندي. افتح شباك للنور يا عادي والجاي كله راح يبقى وردي. يا بلاش نعدي في شارع حمرا ما تيجوا نعمل اللي ما طولنا عمرا. ودوري أرضي مسيري هسكن يوم في العالي والنور مسيره هنا هيعدي وأكيد في يوم راح تحلالي. مش عايزينها سلطة بلدي مش عايزينها سلطة بلدي. خلاص يا عم هدفع، قلت لك هدفع. طب معاك شهرين من دلوقتي، لو ما جبتش كل الاقساط المتاخره عليك اعذرني بقى في اللي هعمله. ومفيش سلام عليكم. لا 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 لا، ده تالت واحد يجي لك عاوز اللي عليك. ترى المشاريب دي بقى اخويا، مين اللي هيدفع؟ ها بتقول ولا هنقيدها ضد مجهول؟ فيه ايه يا كسبي، هو انا عمري اتاخرت؟ يا ابن الحلال سلم لي انت بس دماغك ونعمل مشروع مركز دروس خصوصية سوا. قلت لك الف مرة انا استحالة ادي دروس. ما تقولش بس لا، خد وقتك في التفكير. قلت استحالة. فكر بس. استحالة 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 تتغنيها. ماشي، تعالى يا ابني خد الزبون ده على المطبخ يغسل المواعين احسن ما معهوش يدفع. ابعد ايدك يا ولد، انتوا بتعملوا ايه؟ برضو مش هدي دروس، برضو مش هدي دروس. يا انا راجل صاحب مبادئ. يستاهل. خلاص هدي دروس يعني هدي دروس. عليك يا كوسة بقى وعلى أساليبك الإقناعية. لا أنا مش هشتغل مع كوسة، أنا هحاول أدي درس ولا اتنين بس كده عشان يساعدونا. بس ركز معايا وأنا هخلي الصالة دي مليانة عيال ولا ماتش الكرة الشراب. إزاي بقى يا فالح؟ بص يا بابا، أنت تدخل الفصل وبمنتهى الحنان الأبوي توقف واد وبسن بوز عصايا مشرشرة وعلى ظهر إيده وبعزم ما عندك، يقوموا العيال يترعبوا وياخدوا دروس عندك. انت اتجننت يا ولد، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الضرب ممنوع في المدارس يا بابا. ما الضرب ممنوع في الليل. راجل قفل، كلمته مليون مرة في المشروع ده وهو متربس دماغه. طب ما لو السبوبة بتاعت الدروس دي قشطة يعني، ما نعمل احنا كده كوسة بيه. طب هو مدرس انت ايه؟ بفك الخط، بس المهم التسويق يا كبير. طب برضه هو مدرس وبيتعامل مع العيال، احنا هنجيب العيال ازاي؟ بص يا روحي، انا عامل لهم كليب تعليمي جامد اخر حاجه، فهم يسمعوا فيجوا فورا. حلاوتك والله،
دماغها حلوة قوي وعجباني. ما تورينا بقى حتة كده الست توتة. أو يعني خد عندك مثلا مادة النحو يجب اختيران جواب الشرط بفه. طب يلا منك ليه، اسمع معايا دي. اسميات طلبيات وبجامد وبما ولن وقد والتسويف التسويفي. التسويفي التسويفي ويفي 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 ويفي. يا فلفل انت يا ابني انت. ايوه يا مستر. ايه اخبار مذاكرتك؟ اهو شغال، حبه فوق وحبه تحت، ماشي يا مستر. واخبار بابا وماما ايه؟ حلوين، بس انت مالك ومالهم؟ طب واخواتك مش بخير برضو؟ يا مستر انا وبابا وماما وعيلتي كلها كويسين. قول لي بقى انت عايز ايه؟ عايز اروح الحمام. انت كنت في بداية العام الدراسي طلبت مني انك يعني ما تفكك بقى يا مستر وخلصني وقول. يا ولد افتكر كنا يوم 3 الساعة 2 من حوالي 4 شهور كده. مش تقول كده يوم 3 من 4 شهور حوالي الساعة 2 كده؟ لا مش فاكر. لما جيت وقلت لي انك محتاج مساعدة في مادة اللغة العربية. لما قلت لك اديني درس ورحت حضرتك رزعني درس في الاخلاق الحميدة وانك ما بتديش دروس، وساعتها بقى انا قمت شاقت مدرس الفصل اللي جنبينا وخدت معاه درس. بس ليه التحوير ده كله يا ماستر؟ انت فهمت ايه يا ولد؟ انا كنت بطمن على مستواك العلمي في المادة مش اكتر. مستواي العلمي طب الحق بقى فك زنقتي قبل ما الفسحة تخلص. سلاموز. طب انت هتفك زنقتك؟ افك زنقتي انا ازاي؟ تعالى اشوف وتفرج وجرب مستر كوسا بيصبح ويمسي على احلى طلبه واحلى اولياء امور. مركز كوسا للدروس الخصوصيه بيحطم الاسعار علشان تنجح الاموره وينجح الامور باستمرار. خد حصتين لعيالك تاخد التانيه على طول مجانا ببلاش، يعني هات حماده وهات مياده والكل كده يتراضى. وهس هس هس وتعالى هنا بص، وهس هس هس وتعالى هنا بص بخمسين بس، خمسين بس وتعالى بص معانا أبلة توتة في مادة العربي. أبلة توتة، أبلة توتة هتحكي لك إيه الحدوتة، تحط المادة على وسطها تنجح، على كتفها تنجح، على ظهرها تنجح. ايه يا برقوق يا صديقي، عملت لي ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ يا عم انت مالك متوتر كده؟ ما انا قايل لك اني سبوبتك كلها عندي، العيال عندي كتير، بس انا بقى خايف من موضوع المراكز والكلام ده، هتقسمنا في سبوبتنا وده مش كويس. اهم حاجه ان محدش يعرف اني هعمل كده. صدق كده عيب قوي، سرك ده كبير ملوش قرار. يا عم اسمع، مفيش غير قبلة تفاحة خدت علم، وأستاذ جزر سمع شوية على خفيف، وميس مانجا هتقولها بكرة الصبح في إذاعة الصباح. أصل احنا ما عندناش اف ام. ليه كده يا برقوق؟ حرام عليك يا راجل. الله 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 يا عم بهزر معاك، وبعدين ايه يعني ما كلهم بيدوا أصل. ده بس عشان مالكش في الموضوع حاسس انك بتعمل حاجة غلط. ده انت كنت معقدنا يا راجل كده، فوق كده عشان البلية تلعب يبقى يا ازمة بقى وهتعدي بإذن الله. بص يا ريس، انا جايب لك 10 روس مؤقتا، يعني الحتة على 150. حلو 10 روس؟ لا خليك معايا في التيتا من اولها، التيتا في النانا والنانا في التيتا، خلي بالك انت. الراس يعني العيل، 10 روس الحته منه ب 150، يعني من غير كالكوليتر مبدئيا كده 1500 في الشهر. حلو يا باشا. طب والروس دي هم اللي هيجولي ولا انا اللي هروح لهم؟
أنا عن نفسي أحب أروح لهم بدل ما يقولي وزروتوا البيت عندي. حكم عندي المدام يعني عصبية شوية، وبقى تخش تاكل لك حتة كيك، تضرب لك إزازة سائع، مفيش مانع لو في أنجر فتة. أصل ساعات الموضوع بيوصل لعشاء يا معلم، واخد بالك؟ عشاء، أنت عارف اللحمة في كام؟ لا، أنا أفضل إنهم هم اللي يقولي. بص، البنات أنت اللي هتروح لهم، إنما العيال الصبيان العفاريت ممكن يقولك. حلو يا باشا؟ ربنا يستر. ما كفاية بقى يا مستر، انت فرحان انك اول مرة تدي دروس ولا ايه؟ بطل ماضى يا ولد، فكك بقى يا مستر. نفض بقى، انزل من على ودنا، ورانا ماتش. المستر التاني كان بيقضيها نصايا ويقلبنا. انا ماليش دعوة بحد، انا واخد فلوس ساعتين يبقى هتاخدوا الساعتين كاملين. طب خلاص يا مستر، وريني كده الفلوس اللي اديناها لك. ايوه اهي يا ولد، ده هات يا ولد الفلوس يا ولد. اظن كده بقى تمام يا معلم، كده فلوس ساعه واحده بس، مرضي؟ يلا يا عم الماتش قرب يخلص. ايش يا معلم، يلا فكك منه. سلطه بلدي، سلطه بلدي، سلطه بلدي، سلطه بلدي. حضرتك طلبتني يا فندم. ايه اللي سمعته ده يا كشك؟ انت صحيح بتدي دروس خصوصيه؟ أول مرة يا فندم. وآخر مرة. ليه؟ هي الوزارة شمت خبر؟ لا، أولياء الأمور عرفوا إنك صائت في امتحان الكدر وجايب ملحق. المستر أبو كحكة هو، المستر أبو كحكة هو، أبو كحكة هو، أبو كحكة هو، يا مستر يا أبو كحكة، يا مستر يا أبو كحكة، المستر أبو كحكة هو، أبو كحكة. يلا يا فاشل، يا بليد يا فاشل، يلا يا بليد يا فاشل، يا الله يا فاشل، يا بليد يا فاشل، يلا يا فاشل. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي. يلا أولاد قولوا ورايا، زفوه أبو كحكة هو، أبو كحكة هو، المستر أبو كحكة هو، أبو كحكة هو، أبو كحكة هو، أبو كحكة هو، أبو كحكة هو. يلا أبو كحكة. أو أو يا خرابي، يا لهوي يا لهوي، كوعت يا سبعي. أروح فين من بعدك يا حبيبي؟ أروح فين؟ ماليش غيرك. لا ليا الواد رحال، بس ما بيصدش، والله ما بيصدش. ما انت لو كنت عملت المشروع معايا وسمعت الكلام ما كانتش طلعت شهادة الكدر بتاعتك اللي فيها كحكة. يلا ابو كحكة. او او يا ابو كحكة. انا مش جايب كحكة، انا مش جايب كحكة، انا شاطر وخدت نجمة، انا مش جايب كحكة. يا كشك قوم يا راجل، كحكة ايه ونجمة ايه دي يا كشك؟ لسه شوية على العيد يا كشك، انت بتحلم ولا ايه؟ قوم يا راجل. ايه في ايه؟ انا عمري ما هدي دروس، عمري ما هدي دروس ابدا. سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي. الكل حاسسها، لمسها، شايفها، عارفها، فاهمها، حافظها، فاهمها. ومين يتمنى السلطة تكون في بلدي؟ سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي. مش ممكن يوم تزرع ياسمين وتلاقي كرفس، الناس بتكون ماشيين قدامه وبنجري العكس، وتقاوح ولا يوم تمشي سليم، وتغالط قلبك والتعليم، وتشكك في الناس الفاهمين، وتمشي في كل طريق ممنوع، وكمان تضرب لي كلاكس. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي. عيب ان انت تكون غلطان وتشوف الصح، وياك تتحسر على اللي زمان كان حلو ده،
وتفكر ان الوقت خلاص وتحط الرجل مكان الراس وعلينا تفرج كل الناس وتقول راح نعمل ايه ما خلاص ما السلطة في بلدي سلطة بلدي سلطة سلطة بلدي في الحل وسيبك من شغل التقفيل هتلاقي الحلم حقيقة وكله هيبقى جميل دي الضلمة هتصبح ضي ونور والصحرة هتطرح أحلى زهور وهتعرف إن بقالك دور ولا عمرك تاني في يوم هتدوق السلطة في بلدي سلطة بلدي سلطة سلطة بلدي سلطة بلدي سلطة سلطة بلدي سلطة 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 بلدي